بكم إلى موجز نشرة ظهيرة على قناة الحدث الإفريقي. يتواصل التنويه والإشادة بما حققه أسود الأطلس منذ أن دخلوا تاريخ السبت بتحقيقهم للإنجاز الكبير المتمثل في فوزهم على منتخب البرتغال في ربع النهائي وتأهلهم للدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، وذلك من خلال سيل من رسائل التهنئة للعديد من الشخصيات عبر العالم. فبين دموع فرح وابتهاج يستعصي على الوصف، احتفل المغاربة بهذا الحدث التاريخي في جميع مدن وأنحاء المملكة، ولم يكونوا الوحيدين الذين غمرهم الانتشاء بعد تحقيق الانتصار، حيث عبرت العديد من الشخصيات السياسية عبر تغريدات على تويتر عن التنويه والإشادة والتهاني لأسود الأطلس. وهكذا كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة على تويتر: ألف مبروك للمنتخب المغربي بالتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم. وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد: يا لها من سعادة وفخر عظيمين قدمهما المغرب لإفريقيا، أحر التهاني إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي وأسود الأطلس بهذا الإنجاز الإفريقي الرائع وغير المسبوق. إلى الأمام، الكأس باتت في متناول اليد. وغرد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على تويتر قائلا: مبروك يا المغرب، مبروك يا أسود الأطلس، من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم. وأضاف مخاطبا أسود الأطلس: اليوم بهمتكم يكبر الحلم بتسجيل إنجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة. وكتب رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي في تغريدة على تويتر: ألف مبروك للمنتخب المغربي ولكل الشعب المغربي الشقيق هذا الفوز الكبير، ألف مبروك لكل العرب. وعلى غرار هذه الشخصيات العربية والإفريقية، هنأ الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو الشعب المغربي على إثر التأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وكتب ميغيل في تغريدة له على تويتر: ألف مبروك لجيراننا الأعزاء، ألف مبروك للمغرب الشقيق، إنه فوز تاريخي. وهنأ رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والشباب والرياضة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أمر الله إجلر باسم نواب الأتراك الشعب المغربي على إثر التأهل التاريخي لأسود الأطلس مساء السبت إلى دور نصف النهائي لمونديال قطر 2022. وكتب إشلر على حسابه في تويتر: بعد فوز المنتخب المغربي وتأهله لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، نفرح نحن النواب الأتراك داخل مبنى البرلمان التركي ونقدم تهانينا للمنتخب المغربي ولشعب المغرب الشقيق. وهكذا تستمر المغامرة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يجسدون الفخر الإفريقي والعربي، والذين سيواجهون المنتخب الفرنسي للمرة الأولى في المونديال يوم الأربعاء القادم. وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره البرتغالي بهدف لصفر بفضل الهدف الذي سجله يوسف أنصري. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية موجز الظهيرة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.